Rabbim firdi golu ta gabrotan sajidti guya fi mida maras lanufta guya san adli dalagu khada matokko himine yo inni shaytanu yati shaytanu ni sittu fa bayni yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika mirgan sirdu fa bitan sirdu duban illesu matta asde tuwan shari'an him fenes si ajaj salata di sibar jabar namaz mi tu sumati mi kabenya nama akafe tatnya tu sumati mi me amma wanni akkam barat me di rabbi akkasitti ni barat abenyi tini dangala di rabbi malayni qur'ana rabbi baratnyu ndi tisi tewanti surani gafa tamaja rasul ya alam hamilen teder qataron te gabab لله العليم المريد الخالق الرازق الخالق الرازق الغني الحميد ذو العرش المجيد فعال لما يريد عفوه عظيم وبطشه شديد وهو الله الباعث الوارث المبدئ المعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى نحمده تعالى يليق بجلاله ونشكره عز وجل على أفضله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبي على نبي محمد بن عبد الله سيد خلق الله وخاتم رسل الله والقائل صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين لهم بإحسان في شعائر الله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى قبرت ربي ربي خيسا سدار دا خيسا أومي شغلتكم الدنيا عن الآخرة إسن شاغلت الدنيا عن آخرة دلقت شورا يا أمة الإسلام وصرفكم العاجل عن الآجل جرجرتون دنيا دا سوتا ديمتو آخرا چرا قچورا اسم بودت همبفت جرجرتون دنيا سوتا ديمتو آخرا را بودت اسم همبفت وغرتكم الحياة الدنيا دنيا اسم ديده وما ينبغي ذلك لعاقل نما عقلي قبوف واني اكناهم برباتشس دنيا اسم شاغلون جرجرتون دنيا سوتا ديمتو آخرا را بودت نما هم بسون نما عقلي قبو فين برباچس فكم ترون من هالك بعد هالك هنكم اركاجر نما هلاخم والبودة خخون درا هلاخم خونيس بودة هلاخم آجر وراحل بعد راحل خخون فئته درا خطي خرق ابريدا خونيس بودة فئة چاجر ويجان اركاجر وكم تشاهدون من ملك عظيم هنكم جان اركاجر تم موتة غرغدا وملكه عنه زائل موت من ساخ إسرا فولمت ولم تغن عنه من الله شيئا غاف جرو دنيا تنرى ديم موت من ساخ ما إساف انقوت يا خسرات ليس أني دليد من قستي تجته يا خسلات في ربي لكس ولم تغن عنه من الله شيئا موت من أتقبد وأبا فيتتي وانتك رب الراه ما سيف انترت يا نمتك نمزلم خنممين يا خنمتم يا خنمزلم أفانين هركان كبين ينما وكم من غني كبير هنكم دريين غرغدون ذهب عنه ماله الكثير ابيني ساهدون اسدي سخبرا خط اجان هد اركاجر تيا امه الاسلام واقبل كلنا على الله بما هو عامل نمني اندرو رب الرتي غرغله
وانما دلغته دبرفتت تدق يجور وسيحكم الله بين عباده رب فردي غروتا غبروتن ساجدت غيا قياما خميد في ميد ما راس لا لوفتا غياسن غافسن هرغه غوب افنيا تشوفت سيانا من ممي ويجازي كلا بما عمل نمني هندن وان دلغه غلط غلفما وهو الكريم العادل ربي ارجا عدلي دلغو خاقا دلغو خناما تقو همين يو اني افميد ملي يقول الله تبارك وتعالى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ميو غرسي فايدنو ما غرسي سلاهو نمني غرفمو نمو مربي قلته صداتو غرفمو ويتجنبو هالأشقاء هونغوان إراغرق لغرسي ربي إسهم فايد الذي يصل النار الكبرى إبدا قدى هماس حسين أفتاء سنججور غرس ربي جج ربي حديث النبي محمد إسهن غرس جج ربي إسهن غرس ونفسك أيها الإنسان بالسوء أمارة يا إلمنا ما قد إراد لا تكا قدارا لبون تهم تسأجج أمارة ديسين والشيطان يأتيك شيطانني ستر فيا إلمنا ما من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك مرقان سردف بتان سردف فولدر الدوبان اللي سمت أسدام بتان سردف ويأمرك بالسوء والفحشاء همتوان شريعان هم فين السأجج صلاة ريس برجع بر نماز ميتو سماتيمي كبين ينما أكفيت التنياتو سماتيمي بيا ويدعوك إلى الخسارة خرى خسارة سيام شيطاني وتحكمت في بني آدم الشيطان فردت قوت المنامات شيطانني فزينوا لهم ما كانوا يعملون ميد ايستي في جرت شيطاني وان المنامات لقوهن داهو وقالوا نجا ما أنتم بميتين شيطان تشكنا جا وقالوا لهم إسان نجا ما أنتم بميتين إسن هندوتا إلا الموتة الأولى دو أدرام له هندوتا نمني أكمد دو إيه بييته إيه بييا ويبود أكمد كآجا وما أنتم بمعذبين دوتني سنكتا تمتني سننجا الشاجرة وما هذه الآية والموعظ آية القرآناتي في قرسهن إلا أساطير الأولين قرس والردرا والردبر مليهن تاني نمني دؤوز إيقا بييته بودهن كافموهن كتا تموهن قافة موجا فأصبح الناس بالأديان مستهذئين المنا ما دين نبينا محمد دين ربي تكشنا قول السين دين ربي راق رقل المنا ما وبتعاليم السماوية مستخف دين ربي سمي تربان راق النوبوس تكيف تعجر المنا ما مي أما واني أكام برتم مي دين ربي أكستني برتم أبيني تني الأنقلاء دين ربي ما اللي قرآن ربي برتشوف إتني بها حديثة في قرآن فما اللي كسي قننك أما وقال الآباء للبنين أبوتين أب جلمانين جت كونوا كما شئتم فما نحن عنه بمسؤولين نتئسن الراهن قافة من وجاني بر صدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسلم وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعيته نمني عند تيسيت وانت سراني قافت ما جاء رسول العالم عملك يا ابن آدم دلق أنت يا المنما طويل ديرتو وآجالك قصير حمل أنت ديرتو قاطر أنت قبابدو وخير هذه الحياة جرون دنيا دات اسين قليل تكش وشرها كثير
خيرين جرو دنيا لتكشوما شري سي هد ما تاجر نمن خيري هدود لغوا انجرو بر يا علم ما فانت تبني وتهدم نجار تاني ديد دو الرافقات لأنك صحيح حتفيق أبدامي وصغير تكشا قدردرامي تكا شمرن تكشو دبرخا فياسنك أبدا تكاسي تكشوزي وإنما يموت المريض والكبير خدوء أمو أكايسي يادرت وكبستها في منقود دولمخا أكايسي يادرت تخانا فهل تذكرت يا دتيتك كان بيتا من مات فجاء نما دينغتا مخينا انقران قلت نما ميك خلان عفرتم مخينا الربه برجان واخذ بغتا دينغتا خدؤس نما اركتا ندى قيسا ربي ساتي هركا خنخنو خلي اميرة تيتي الرأسير بوجيها مع الابر الرب الجاد تهدي برو أمو أجرن جروبر فأمسى نبري صفته بر أميرا أميرته وأصبح غير أمير أماس أدون نباتي فيسا أميره انتان الرأنقو قبض بأيتين دين برو سيميلا لفده مخانوما أركم تابر دوبة صفيت يا قبرج ربي وتم آجاله أترن ساقوتمت وانقطع عمله دلقان ساجد وأسلمه إلى الله خن ربت ورساتي في جول ساتي سديس وانقطعت عنه المعاذر أزرين ساتك إراهم فولمت وفي القبر يسأله منكر ونكير منكري نكير قبري خيست إسقافت وإذ ذاك يعلم المصير أفي الجنة أم في السعير هقوسا بيخوفتا أركوفتا من نساتك جنة ربيته تكي إبد جهنمته أركاب رقاسا يقول الله جل وعلا يوم ينفخ في السور ويا قري أفوفون قدم ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا ولتنك بفتا مجرم توترق عليه في يدي جلنكا إيجا جلنكا تنا إذ وقف الناس بين يديه الله نمن اندفو لربي دابة شوفتا ونذر كل مرئ ما قدمت يداه نمن اندفو اندلق يدبر سفول درسات أركوفتا واجتمع الناس في عرصات القيامة المنا ما هم درفوا لربي خالقا ولك بموفتين قل لا كبوا يا هاتتين ندلتت وهم حفاة عرا قل لا إساني قل أمرا فثم تذهل العقول أكل إنما نبد ندمت ويستغرق الإنسان في بكاء المنا ما هم دين غرق مبو يا خيست وصو إلمنا ما خنبوي إمان وصو إسان الرايا إمان الرايا إيه بود ديك بوي إلمنا ما قياسا يا أمة الإسلام وصو قياسا همبوي نفول ربيت أرآن تنا قرستها فيدمن أمة الإسلام وقد ألجمه العرق وغشاه وتغشاه دفك إسحا قوغيتي إسحا قوغي يجون دفك إسا الرايا وغشت الأصوات للرحمن سقلين تكهن دبت قياسا فلا يتكلم إلا من أذن الله من ملائكته وأنبياه نم تقها فورتك باسوهن دندي نم ربي فكاد إساف قد ملي ملائكة ربيتي في أنبيه وتربيه وتات ملي وتطايرت الصحف ورقانيس نموف مرممك يا مبتيس ونصيب الميزان ميزان ندابة خاقة وتجلى الله لفصل القضاء بين عباد الطائعين والعصاة ربي قلته لفوفتا يدو قبروتا سافر دي قلو ناف
warraqaali isaa duniyaa tanarra godhee fi mujrimtoota jidduu firdii godhuudhaaf fazaharatil jaraa'im gizeesan diliin dirree bahuuf teesse wa ayna annajaatu yaa cibaadallaahi mee nagahe bahuun guyyaa sareeysa jirti yaa ummata alislaam yaquulu allaahu tabaaraka wa tacaalaa يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لبون تك لبو تك فواتك قدو هندن ديس أمرين هندن أخر ربي خالق الدبت فيا من بماله يا نما جول ساتين يا نما قبين ساتي في وولده المان ساتين يفاخر يا نم تجدادت جول كنتين كبا قبين كنان كبا جي يا نما نما دادت مسكين مين ويا مترفعا عن التراب يا نما بيير رادوكير راول هيتت ايما استجسمك قام خيالوك ننتك انجي يا نما اول هيتت او ثوبك النذيف كجوتي يبردو الطاهر طاهرتنا وجوتي اكواتك لوكين قبري هو يولكا اكوانتك ننتو انجي يا نما اول هيتت كيف بك إذا دث أنفك بالتراب وقاف نيان كبي السلاك مثلا كم توفتيست وقام خدان تلوكيت هذا كم توفتيست أسرتني نادت كبين يقب نما سدو قب ولم يبقى الا عملك دلغات ملي ونتكت سوجين حبت انجرت يا غبري جربي غبرتي ربي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه من الشقاء وني افرهون غراي جمود العين اجنا ما من دغبون هون غراي وقسوة القلب قلب سيغوغوغون اونغور راج وطول الامر حملين رجون اونغور راج والحرص على الدنيا دنيا رب الولول اونغور راج وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل hirbi gabrichaa takkaillee hin sodsootu fuula rabbiitii guyyaa qiyaamaa hanga gaafatamtutti wallaahi rabbiin ka kadhee lau taclamuun osoo beeytanii maa calam waaniin an beeku ya rasuuli caalamaa ladaxiktum qaliilan walabakeytum kahiiraa xiqqijo qofaltanii hadduubochan ya rasuuli caalamaa osoo waaniin an beeku beeytanii xiqqijo qofaltanii hadduubochan jaabar أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون قرآن ربي خن الراجع ابتنيتي خفلتني ولا تبكون خنهم بوني يا قبروت الربي عباد الله توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قبروت الربي خر توبة ديبئا خر ربي هذا ابن ظلمي هذا ابن عبادتها جبانو ولف رحمتها قونو رب أنا في سني في رحمة ربنا هاقونو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما في من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون الحمد لله رب العالمين خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأخبرهم أن لهم موعدا يجتمعون فيه عنده لمجازاتهم على أعمالهم وأمرهم بالاستعداد لذلك اليوم أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. المان ما ربي صدار دا قبرين ميك أبنا جرا قبري صدقاء زيارة صومنا الجبار دا عبادة ربي الجبار دا ويا سنيف جرى قدا يا أمة الإسلام نما خيسبوهم بين قبرين كدني ألفا ببنا تتا ميك قبري تنا زيارة رسول ربي قبري تنا جزي هندا هلكم فازا صدفا قبرو تخيس جرابر. أما بعد، خدلي تكن كم أيها الناس اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ويا خيس اتخر ربي كل ديفم تنسل صدار لا يا أمة الإسلام. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لبون تكخن ميد من وان دلي دملي ربي انكرم ميد هنتان وما تدلغت غلط سيف قل شوفتا ربي خيسن صدار لا بدير رادا بدا يا أمة الإسلام ظلمي را عباد الله. إن الإيمان بالبعث والنشور رب التأمنون أمنون خاف من سا والكام من سقيا قيام وقيام الناس لرب من القبور قبر الراب خاونت هو أحد أركان الإيمان الستة. أركان إيمان جهن الراب تكفارا وقد تتكرر ذكر ذلك اليوم هدود بتمهجر قيان سنججورا في القرآن الكريم قرآن ربي بريدا خيست وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم الرم نبي ربي الردبة مجرى تحذيرا لنا وإنزارا نبقى تشيسوف نفدنين ولاف ولنستعد لذلك اليوم بالعمال الصالحة وياسني فكخر فويتن ونجاجت وكخر فوينوف دلقا غاري دلقا نيتفول خينين وأدي ستيوم من ألقى الله ويا ربي ألتهق النمل ويا نفول لغري قراتهم ويا فور مؤمنا أدات سنيف خنافا قبوين أمة الإسلام لأنه لا نجاة نجيبهون انجروا تشنكي يا سنرا من أخطر ذلك اليوم إلا بالأعمال الصالحة غاري دلقوا صدقة جودان تلتت أججهم تران أركون ظلمين رافقات جودان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نمهم فيدو قبيني يجولين نما نغيان شرك الراكل كلين دف ملئ لقد توعد الله المكذبين بهذا اليوم العظيم ربي اولته بالما غد في جرا ورخي جبسي سيف غيا جباسا فقال تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين هلا خجرا ورخي جبسي توف غيا قيامدا الذين يكذبون بيوم الدين غيا جزاء خجبسي وما يكذب بوان كجبسيس إلا كل معتد أثيم نما وسنا بهد الآواته ملي واهن كجبسيس إذا تتلى عليه آياني يهوغار كرامت مال جان قال أساطير الأولين ودور درات جاني بر وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هم قوي خسار ورقن نمتيتي يخجبسيس دعي خاف من رب كن مخجو وأخبر أنهم سيتركون خطاهم يندمون سينوفتان حين لا ينفعهم الندم قيا شينان إسانهم فين شينوفتان فقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة قياما ويفقوا لابتو بر فإذا هم ينظرون هقا قرين أفهمته نمني لفاخي ولا اللالوتا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يا شيناتين قيانكم قيا جزارات هذا يوم الفصل قيانا من انتقال تغلف مربي فردي جد قر الذي كنتم به تكذبون وانك جبسيبتا وأخبر سبحانه أنه من نسي هذا اليوم ولم يستعد له سلق العذاب الشديد نمنيخنا إرام فته قيا جزاخنا خيساف قبائن إبد جبا حماسين افتا فقال سبحانه الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ويا حساب وان الرام فتنيف قلنا مفتان فذوقوا بما نسيتم لندما لقاء يومكم هذا وان كان الرام فتنيف قلنا متيق ويا خناتنا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون عباد الله وأكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلموا على الهاد رسول رب العالمين فقد أمركم بذلك مولاكم في كتابه المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك العليا إلى يوم الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فأسكنا. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أسكن الغيث ولا تهلكنا بالسنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب